الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من أبواب العقيدة أو من أنواع العبادة التوكل، وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. التوكيل هو التفويض، والتوكل على الله هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في ما يريده العبد. وعلى الله لا على غيره، هذا يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، يعني تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني لا تتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التوكل من أنواع العبادة، والعبادات بأنواعها كلها لله سبحانه وتعالى. أما التوكيل وهو أن تفوض إلى عبد تصرفا معينا، فهذا من المعاملات لا من العبادات، هذا من المعاملات وهو جائز التوكيل. وباب الوكالة معروف في كتب الفقه وغيرها. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، هذا حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت منه، خافت من الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تلي القرآن على المسلم فإنه يزيده إيمانا بالله عز وجل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو نور البصائر، وهو مبعث اليقين في قلب العبد. القرآن كلام الله سبحانه، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد، وليس إيمان الناس سواء، فمنهم من هو قوي الإيمان، ومنهم من هو متوسط الإيمان، ومنهم من هو ضعيف الإيمان، حتى قد يكون الإيمان قدر حبة خردل، وزن حبة خردل في قلب الإنسان، يضعف جدا. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان ذو شعب وذو خصال، فمن استكمل هذه الخصال تكامل إيمانه، ومن فقد شيئا منها ضعف إيمانه،
بحسب ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا قاعدة عظيمة. نعم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، يا أيها، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا إذا ناداه لا يقول له يا محمد كما يقول للأنبياء يا موسى يا نوح، وإنما خص محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يناديه باسمه، وإنما يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولا يقول يا محمد، إنما يأتي اسم محمد في باب الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. فهذا تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن، جزاكم الله خير يا شيخ. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله لا على غيره فهو حسبه، يعني كافيه. فهو حسبه يعني كافيه. وفي الآية التي قبلها: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين فالله حسبهم سبحانه وتعالى، فهو حسب الجميع. نعم. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. نعم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وذلك أنه لما عاب آلهتهم وحذرهم من الشرك بالله عز وجل قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأوقدوا نارا عظيمة، أوقدوا نارا عظيمة لا يقدر أحد أن يقرب منها، فأخذوا إبراهيم عليه السلام ووضعوه في المنجنيق، آلة القذف، آلة كبيرة قاذفة، وضعوه في المنجنيق، فلما وضعوه وقذفوه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو كافيني سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال هذه الكلمة الخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له المشركون يتهددونه بعد أحد: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني بيرجعون إليكم، فأمر أصحابه وخرجوا وفيهم الجراح، فلما خرجوا انذعر المشركون وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهربوا مدبرين إلى مكة وانهزموا بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوة إيمانهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الناس قد جمعوا لكم يبي يغزونكم ويقاتلونكم فاخشوهم. ماذا أجابوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن عندنا ومعنا ربنا سبحانه وتعالى. في هذا الباب الحقيقة عدة مسائل. المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم. وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر من الله جل وعلا، والأمر من الله يفيد الوجوب. نعم. المسألة الثانية أن أيضا التوكل من شروط الإيمان. إن كنتم مؤمنين فهذا شرط، يعني إن كنتم صادقين في إيمانكم فتوكلوا على الله، فدل على أن الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. نعم. المسألة الأخرى في هذا الباب يا شيخ، بأن التوكل وعظم شأن هذه الكلمة
وأنها قول لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخصت في الشدائد. نعم، هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، خصت بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وقالوها في وقت الشدائد، فهي كلمة تقال في الشدائد، ويفرج الله عمن قالها إذا قالها باعتقاد وإيمان وصدق. نعم. فضيلة الشيخ، الأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل؟ لا، نحن مأمورون بالتوكل ومأمورون باتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس توكلا على الله، ومع هذا كان يتخذ الأسباب، كان يلبس المغفر على رأسه ليتوقى به من السلاح، وكان يلبس الدرع، درع الحديد على جسمه توقيا للسلاح. هذا من اتخاذ الأسباب، وهذا من واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، ونحن مأمورون بهذا. لو كان يتنافيان ما أمرنا الله بهما، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، فأمرنا بالتوكل، ومع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب، فقال جل وعلا: وخذوا حذركم، خذوا حذركم، يعني من الكفار، وتأهبوا لصدهم وكف عدوانهم. فهذا من اتخاذ الأسباب، أمر الله به مع أنه أمر بالتوكل، فدل على أنه لا تنافي بين التوكل على الله وبين اتخاذ الأسباب المباحة. نعم. السؤال: ضعف الإيمان عند بعض الناس في وقتنا الحاضر، لماذا ضعف التوكل والإيمان؟ عندهم ضعف في التوكل فضيلة الشيخ عند بعض الناس؟ نعم، الناس يكون فيهم ضعيف الإيمان بلا شك، وذلك لأنه لم يتمكن الإيمان من قلبه، وأيضا عنده خوف، فيضعف توكله على الله بسبب الخوف الذي يصيبه والهلع الذي يصيبه. ولا ينهزم المؤمن أمام الشدائد ويضعف أمامها إلا لضعف إيمانه. نعم. نريد أن نختم هذا الباب العظيم الشيخ، باب التوكل، هل إضافة في ذلك شيء شيخ؟ نعم، هذا الباب باب عظيم، وهو باب التوكل على الله سبحانه، ولا سيما عند الشدائد. وكما سبق، توكل على الله مع اتخاذ الأسباب الواقية، فنجمع بين الأمرين: توكل على الله ونعتمد على الله، وأيضا نتخذ الأسباب الواقية والنافعة، ولا تنافي بينهما، وهذا من الإيمان. فالذي يقول أنا متوكل على الله ويهمل الأسباب، هذا مخطئ جدا، وعنده ضعف إيمان وضعف يقين. والذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله، هذا أيضا على النقيض، وهو أيضا ناقص الإيمان ومختل العقيدة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وشرحتم في هذه الدروس المهمة في كتاب التوحيد. أشكر أيضا بقية الزملاء الذين شاركوا في تنفيذ هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.